السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. طيب راح نعرض لكم السيارة الجميلة هذه، رانج روفر موديل 2023 أصفار ديليفري مايلج اللي هو بالكيلو، طبعا تو واصل بطاقة جمركية اس في 8 سلندر توين تيربو 4.4. طبعا اللون جري الخارجي، من جوا اسود جري، هنقول فيراني رصاصي، كل شيء بلاكت اوت، يعني الجنوط عندكم كذلك، حتى الاسم والاحرف. سياره بطاقه جمركيه، وصوروا الشباب صور بالكامل، هذا فيديو يا اخوان، هذا الشورت اللي هو الشاص القصير، داخليه بلاك، اول بلاكت اوت، طبعا سياره بطاقه جمركيه يا اخوان. اي سؤال اي استفسار على الواتساب، راح يفيدوكم الشباب بمعلومات او صور اضافيه. سياره جديده يعني اصفار، هم اذا رغبت بالشراء وهم تعمل بس تأمين وتطلع اللوحات، موجودة في جدة السعودية، وبإمكاننا شحنها يعني إلى دول الخليج.